قبل ما اجي هان كنت اتوقع زي كثير من الفلسطينيين واللي بتوقع انه ما اجوش لهذه الاسباب، انه العراق انفجارات وانفجارات وانفجارات وقتل وذبح، وكنت متشائم من هذا البلد اللي عاش مرارة سنين طويلة في مرارة. لكن بعد ما جيت هان اعدت التفاؤل لنفسي، وانا بعتقد انه كل العرب اللي هان متفائلين، لانه احنا شفنا كل جواهر العراق موجودة هان، مختلف تنوعاته، مختلف تاريخه، مختلف حضاراته موجودة هان. هذا اللي بخليني اقول ان الشعار اللي رفعتوه انه عراق اخر ممكن، نعم ممكن يتحقق بفضلكم. اسمحوا لي كعربي، وانتوا عرب، اوجه هذا الحكي للعراقيين والاخوان العرب، نشكر اخواننا غير العرب اللي شاركونا، وانا خص بالذكر مارتينا. وإن شاء الله المرة القادمة نتلاقى في مؤتمر لحماية نهر دجلة قريبا جدا.